ومشكلة جديدة بتضاف لينا وهي انقطاع الكهرباء المستمر في عدد كبير جدا من جمهورية مصر العربية، مناطق جمهورية مصر العربية. وخبر بيقول الظلام يخيم على أحياء بالقاهرة والجيزة مع استمرار انقطاع الكهرباء. تعليق أول حاجة، الكهرباء اتقطعت يعني في بيتكم كم مرة امبارح؟ كتير والله، يعني انت ممكن تسأليني جت كم مرة اقول لك اسهل يعني، لكن هي بتقطع اكتر ما بتيجي دلوقتي. دي مشكلة كبيرة جدا. وعايز اقول لك ان يمكن اتعمل برضو استفتاء او فوت على البيج بتاعت كلنا خالد سعيد على الفيسبوك على الانترنت. اتسأل السؤال ده، اتقال كل واحد النور قطع في بيته النهاردة ولا لا خلال يوم بالكامل. يمكن جت النسبة ان 85% من المشاركين في الاستفتاء النور اتقطع عندهم، و15% فقط اللي النور كان موجود عندهم. ده الكلام ده في يوم واحد. طبعا ده امر غريب جدا. عايز اقول لك ان في دول اوروبا المتقدمة، يمكن المانيا بيحتفلوا تقريبا بمرور 45 سنه على عدم انقطاع الكهرباء تماما في المانيا بالكامل. طوال 45 سنه النور ما قطعش في اي بيت حتى. فطبعا فرق بيننا وبين الدول المتقدمه كبير جدا. لازم المشكله دي يكون ليها حل، وما ينفعش ان احنا نقول ترشيد استهلاك الكهرباء. احنا في وقت طبعا شهر رمضان، في الجو حر، معظم الناس بتستخدم طبعا اجهزه التكييف، فلازم يبقى في حل للازمه دي من وزير الكهرباء برضو الجديد، ولازم الدكتور محمد مرسي بنفسه. كتير بتتساءل هو ايه اللي حصل، يعني ما في الوقت ده من السنه اللي فاتت ما كانتش الكهرباء بتتقطع كده، وفي الوقت اللي قبليه من السنه اللي قبليها ما كانتش الكهرباء بتقطع كده. يعني الناس بتقول ايه اللي حصل، احنا مقبلين على ازمه طاقه خلاص يعني ولا هو إيه؟ غالبا كده، لان هي الكهرباء بتقطع عن عامل طبعا لترشيد الاستهلاك، ده طبعا معروف. هم بيقطعوا الكهرباء في بعض المناطق، وبعد ما ترجع في منطقه بيبتدوا يقطعوها في منطقه ثانيه. ده الترشيد الاستهلاك، دي مشكله كبيره. وطبعا مع مرور الوقت برضو بتزيد الاجهزه الكهربائيه في البيوت، وطبعا مع شده الحر السنه دي مع تواجده في شهر رمضان بيخلي الناس تستخدم اجهزه التكييف بشكل كبير جدا، ودي طبعا اكتر اجهزه بتكون بتستهلك الكهرباء. فبالتالي بيتم قطع الكهرباء عن عده مناطق. لازم بقول لك يبقى في توفير لمصادر الطاقه الكهربائيه اكتر من كده في الفتره اللي جايه عشان الناس تبتدي تعيش. ما ينفعش في شهر رمضان في وقت افطار او في وقت سحور او كده النور يقطع على الناس، بتبقى مشكله كبيره جدا. نتمنى انها تتحل الفتره الجايه، لانها يمكن اثارت الشعب كله، الناس كلها مستاءة فعلا من النقطه دي. نعم، وخاصه انها من الاشياء الملامسه جدا لحياه الناس بشكل يومي. مظبوط طبعا.